بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم النهاردة عن حالات الوقف التعليقي للدعوة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. بداية بنقول ان حالات الوقف في قانون المرافعات بتختلف. في الوقف الجزائي لعدم تنفيذ المدعي او اي خصم لقرار المحكمة امرت به، وفي الوقف الوجوبي اللي هو القانون نص عليه، وفي عندنا الوقف التعليقي. المادة 129 مرافعات نصت على انه في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوة. ده نص المادة 129 مرافعات. يبقى هنا الوقف التعليقي غير الوقف الوجوبي. الوقف الوجوبي المحكمة ملزمة ان هي توقف المحكمة بموجب نص في القانون، ما عندهاش سلطة تقديرية زي الوقف التعليقي. الوقف الوجوبي زي وجود طلب رد للمحكمة بيترتب على تقديمه وجوب الوقف للفصل في الدعوة، وزي حالات التنازع الإيجابي اللي بنلجأ فيها للمحكمة الدستورية العليا. لو الدعوة أقيمت قدام جهة محكمتين مختلفتين وكل واحدة بتتمسك باختصاصها إن هي تفصل في الدعوة، فإذا أحد الأطراف لجأ للمحكمة الدستورية العليا وقدم طلب لتعيين المحكمة المختصة يترتب على تقديم الطلب ده وقف الفصل في الدعوة. لكن بالنسبة للوقف التعليقي لا، ده بيرجع للسلطة التقديرية للمحكمة. طيب شروط الوقف التعليقي ايه؟ شروطه انه تكون اولا في مسألة اولية. ايه هي المسألة الاولية؟ المسألة الاولية هي بتكون مسألة جزئية او متفرعة من المسألة الاصلية موضوع الدعوة اللي مطروحة على المحكمة، ويتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوة الأصلية. دي المسألة الأولية. تاني حاجة إن يكون في ارتباط ما بين المسألة الأولية دي وما بين المسألة الأصلية محل النزاع المطروح على المحكمة، لازم تكون مرتبطة بيها، لازم يكون الفصل في المسألة الفرعية هيأثر في المسألة الأصلية، لازم يكون الارتباط ده موجود. تالت حاجة ان المحكمة تحكم فعلا بالوقف التعليقي، سواء احد من الخصوم هو اللي تمسك بده بصورة دفع وقال بطلب الوقف التعليقي لحين ما يتفصل في المسألة التانية دي، او ان المحكمة نفسها ارتأت ان المسألة الاولانية دي محتاجة حكم يحسمها من محكمة تانية. الشرط التالت ان تكون المسألة الأولية خارجة عن اختصاص المحكمة، لأن المحكمة لو المسألة دي دخلت في اختصاصها مفيش موجب بالبداهة إن هي توقف، لا هتفصل في المسألة الأولية مع النزاع الأصلي اللي هي بتفصل فيه وهتحسم كل النزاع اللي قدامها، لكن لا، المسألة الأولية هنا اللي هي جزء من النزاع خارجة عن اختصاصها، ما ينفعش نفصل في النزاع الأصلي من غير ما يتبت فيها، فبنضطر إن احنا نوقف لحين ما يتم حسم المسألة دي من المحكمة التانية. مسألة أولية ليها أكتر من صورة المحاكم اتعرضت لها، إن أنا أرفع دعوة بطلب تعويض عن جريمة، أي جريمة، حادث سيارة، جريمة تبديد مثلا، وأنا رافع دعوية قدام المحكمة المدنية الفعل الجنائي ده موضوع دعوة جنائية لازالت منظورة ولم يتم حسمها بحكم بات. هنا المحكمة المدنية مختصة بالمسائل المدنية، مش هتفصل في الجرائم، فبتستنى لما يتم الفصل في الفعل الجنائي من المحكمة الجنائية المختصة، فبتوقف هنا وقف تعليقي لحين ما يصدر حكم في المسألة الجنائية. في عندنا لو أقيمت دعوة ريع قدام محكمة معينة بطلب ريع عن غصب عقار، وتكون المسألة بتاعت الملكية محل نزاع قدام محكمة تانية، هنا المحكمة اللي تنظر دعوة الريع هتوقف الفصل فيها لحين ما يتم حسم الملكية والنزاع عليها من المحكمة
المختص. ده برضو مثل تاني. في أمثلة تانية ان واحد من الخصوم بيصير دفع بعدم دستورية نص. المحكمة هتطبق نص معين على النزاع، انا بدفع بعدم دستورية النص دوه ومخالفته للدستور، فممكن يترتب على دستورية او عدم دستورية النص انه يسقط وانه يلغى ولا يتم تطبيقه من اي محكمة من محاكم الدولة، واولها المحكمة اللي النص دوه هيتطبق عليا في النزاع بتاعي المنظور امامها. فهنا المسألة الدفع بعدم الدستورية دي تعتبر مسألة أولية، لأن المختص بالفصل دستورية القوانين بمقتضى كل المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة الدستورية مش أي محكمة تانية. حتى المحاكم وهي بتنظر النزاع لو طراء ليها شبهة عدم دستورية في أي نص هي اللي بتحيله للمحكمة الدستورية، دي برضو من ضمن الحالات غير الدفع اللي بيدفع به أحد من الخصوم. فالمسائل الدستورية تعتبر خارجة عن اختصاص المحاكم اللي بتنظر النزاع. فإذا تم الدفع بعدم الدستورية لازم أن المحكمة الدستورية هي اللي بتفصل فيه وبيتوقف الفصل في النزاع. في المسائل الإدارية متعلقة مثلا بقرار إداري، برضو قانون مجلس الدولة قال أن محاكم مجلس الدولة هي اللي بتنظر فيها، ما ينفعش المحكمة المدنية وهي مثلا بتنظر الدعوة وتعلق النزاع قدامها بمسألة أولية متعلقة بمسألة إدارية دخلت في خصوص محاكم مجلس الدولة إن هي تتعرض ليها. وإن كان النقطة دي نحب نوضح فيها برضو جزئية مهمة، حصل خلاف في الفقه بخصوص الجزئية دي. البعض شاف إن لو المسألة متعلقة بقرار إداري منعدم فهنا القرار ده غير جدير بأي حماية، وحتى محاكم مجلس الدولة مش هي المختصة اختصاص قاصر بالفصل فيه، لا يجوز لأي محكمة ان هي تتعرض للقرار دوة لانه يعتبر قرار منعدم. في حين في اتجاه تاني حافظ لمحاكم مجلس الدولة على اختصاصها، قال حتى لو كان القرار منعدم ومهما شابته من عيوب ما يجوز غير المحاكم المختصة هي اللي تفصل فيه، اللي هي محاكم مجلس الدولة مش المحاكم المدنية. نيجي بعد كده سبب الوقف التعليقي زال. المسألة الأولية تم حسمها من المحكمة اللي هي كان منوط بها ان هي تفصل فيها. طيب شروط التعجيل ايه؟ اولا ان المسألة الأولية يتم حسمها، ان يصدر حكم نهائي فيها، ما ينفعش ان يصدر حكم ابتدائي، لا لازم يصدر حكم نهائي بحسم المسألة دي وتبقى استقرت عشان اقدر انا اخد الحكم ده واقدمه للمحكمة اللي بتنظر الدعوة الأصلية وعجل السير في الدعوة. تاني حاجة ان يتم التعجيل خلال 6 شهور من اليوم، تحسب من اليوم التالي لصدور الحكم بالفصل في المسألة الأولية. قبل كده ما ينفعش، بعد كده في جزاء بالسقوط. ثالث حاجة ان التعجيل بيتم بعريضة يتم التأشير بها في جدول المحكمة ويتم إعلانها للخصوم في الدعوة الأصلية، هو ده إجراء التعجيل. وفي المحاكم مؤخرا زي ما كنا بنأشر في الجدول العادي بنأشر كمان في الجدول المميكن بالتعجيل، يعني بناخد تأشيرتين، ودي ملحوظة مهمة، على صحيفة التعجيل، تأشيرة من الجدول العادي وتأشيرة من الجدول المميكن بالتعجيل. المسألة دي شروط، دي شروط التعجيل، ان المسألة الأولية يكون تم حسمها، أعجل في الميعاد، أعجل بعريضة. الشرط الأخير إن أنا أعلن الخصم بعريضة التعجيل خلال 6 شهور، لأن ده ميعاد حتمي لازم إن أنا أعجل وأعلن خلال 6 شهور زي التجديد من الشرط. طيب جزاء عدم التعجيل من الوقف التعليقي، صدر الحكم في المسألة اللي كانت الخصومة متعلقة عليها وانتهى، ورغم كده الخصم اللي هو دفع بالطلب الوقف التعليقي ما راحش ان هو يعجل، هنا يجوز لخصمه ان هو يعجلها بعد الميعاد ويستصدر حكم بسقوط الخصومه لان عدى مده اكتر من 6 شهور من تاريخ زوال سبب الوقف ورغم كده لم يتم التعجيل. طيب حجيه الحكم الصادر بوقف الدعوه تعليقيا في قانون المرافعات، اراء الفقهاء واحكام محكمه النقض قررت ان الحكم ده قطعي. هو الحكم مفصلش في النزاع لكن قطعي بالنسبة لإيه؟ قطعي إن المسألة هنا اتحسمت بقت مسألة أولية، لا القاضي ما يقدرش
انه يحكم في المساله المعروضه عليه الا لما يتم الفصل في الدعوه الثانيه اللي هي سبب الوقف التعليم. لو انا قاضي قدرت ان النزاع اللي قدامي مساله عدم الدستوريه دي مساله اوليه لازم ان تتحسم ولازم يصدر حكم فيها قبل ما تتعجل الدعوه الاصليه، الحكم ده ملزم ليه وملزم للخصوم، ما حدش يقدر ان هو ياخد اي اجراء، ولا انا اقدر اعاود تاني ارجع عن رايي وانظر النزاع واستغنى عن المساله اللي انا وقفت عشانها. ما دام وقفت حكم الوقف ملزم ليا، ولازم ان انا انتظر لحين ما تيجي نتيجه الفصل في الدعوه دي وتنتهي انتهاء عادي، او تنتهي ويزول سبب الوقف ومحدش يعجل فتاخد سقوط ويبقى هنا اسمه انتهاء مبتصر للخصومه. طيب الطعن في الحكم الصادر في الوقف التعليقي للدعوه. الماده 212 المرافعات حددت الاحكام اللي يتم الطعن فيها مباشره فور صدورها. الاحكام الصادره بعدم الاختصاص، الاحكام الصادره بالوقف الجزائي، مش من ضمنها الحكم الصادر في الوقف التعليقي. فهنا لا يجوز استئناف هذا الحكم، الحكم الصادر بالوقف التعليقي لا يجوز استئنافه فور صدوره مباشره، بل يتم الانتظار الى حين صدور الحكم المنهي للخصومه فبيستأنف معاه. ما ينفعش ان انا استأنف الحكم ده لوحده خالص. وبنوضح برضو جزئيه مهمه للاسف بعض الزملاء بيخلطوا ما بين طلب الوقف التعليقي وما بين الدفع. الوقف التعليقي هو طلب ما هوش دفع. يعني انت ما تكتب في المذكره اقول بطلب وقف الدعوه تعليقيا ما اسمهوش دفع، لان ده ممكن تكون كل الاجراءات سليمه بتاعت الدعوه المقامه ضدك، ممكن تكون مرفوعه من ذي صفه، فده طلب وقف ما هوش دفع موجه ضد اجراءات شكليه في الخصومه، ما هوش دفع بتنكر بيه صفه خصمك في رفع الدعوه او ان في شرط من شروطها مش موجود عنده، لا ده طلب. ممكن تكون اجراءات سليمه لكن اعتبرت المواءمه ان لازم ان يتوقف الفصل فيها لحين ما يتفصل في المساله الثانيه. بنوضح كمان ان المحكمه هي اللي ليها السلطه التقديريه ان تشوف المساله دي هل فعلا لازم ان يفصل فيها قبل ما افصل في الدعوه الاصليه المطروحه امامي ولا لا. دي من السلطه التقديريه للمحكمه، ما لا معقب عليها، لكن محكمه النقض بتراقب هل فعلا المسألة دي مسألة أولية ولا لا؟ هل فعلا في ارتباط ما بين المسألة الأولية والدعوة الأصلية ولا لا؟ بنقول إن في تطبيقات كتير لمحكمة النقض مؤخرا اتعرضت للوقف التعليقي. يعني قالت إذا اتضح إن المحكمة حكمت مثلا في واقعة بوقف الدعوة تعليقيا على مسألة معينة متعلقة بتقرير خبير في دعوة تانية، واتضح ان المسألة دي مسألة أولية وخارجة عن موضوع النزاع وما لهاش علاقة، لا المحكمة هنا محكمة النقض بتراقب محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية اللي أخطأت فيها وبتنقض وبترجع لأن أنت وقفت عشان مسألة وتبين أن المسألة دي ما هيش مسألة أولية ومش هترتب عليها الفصل في النزاع. تاني حاجة إذا المحكمة شافت أن في ارتباط وطلع أن مفيش ارتباط ما بين المسألة دي، أنا رافع تعويض عن مثلا تبديد والخصم قال لا ده في دعوة جنائية تانية بيني وبينه موضوعها حادث سيارة ما منظورة، هنا الدعوة المدنية مش متعلقة بالدعوة الجنائية، في محكمة النقض لغت الكلام ده. ما يجوزش إذا احنا طلبنا من المحكمة وقف الدعوة تعليقيا وما استعملتش الرخصة دي ان انا اطعن فيه بالنقد واقول ان المحكمه تعسفت، لان المحكمه لو استعملت سلطتها التقديريه وكان استعمالها ليها صحيح فعلا ما يجوز الطعن بالنقد بصوره مجرده لمجرد المحكمه ما استعملتش السلطه دي، لا لازم اثبت ان في تعسف، لازم اثبت ان فعلا المساله دي مساله اوليه، لازم اثبت فعلا ان في ارتباط مش مجرد من المحكمه انا طلبت الوقف والمحكمه رفضت لا ليا ان انا اروح واطعن، الكلام ده مش مظبوط. في نقطة أخيرة مهمة نحب نوضحها، النظام بتاع الوقف التعليقي هو نظام بيؤد يعني وسيلة لمنع التعارض ما بين الأحكام القضائية، لكن ورأي الأستاذنا العلامة الكبير الأستاذ الدكتور أحمد خليل ما هواش وسيلة فعالة في كل الأحوال. إن كان وسيلة فعالة أثناء نظر المسألة الأولية والنزاع الأصلي وتعصرهم الزمني لكنه بيكون غير مجدي إذا تبين أن في حكم صدر قبل الحكم. هنا
حوقف عشان ايه؟ والاساسا في حكم صدر معارض للحكم الصادر في الدعوة الأصلية بتاعتي. نتمنى ان احنا نكون وصلنا الفكرة، وبنشكر جميع الزملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.